بمناسبة قدوم أعياد الميلاد ورأس السنة، أضاءت وزارة السياحة شجرة العيد في فندق أداما روز بدمشق. يعني شجرة الميلاد لم تنطفئ في سوريا حتى بأحلك وأقصى ظروف الحرب، سنوات الحرب الماضية، بس كانت السنوات الماضية كان دوما مع أمنيات والأمل بالسلام والمحبة والسلام. أما مثل ما عم نشوف هالسنة إضاءة شجرة الميلاد بعام 2017 هي أكيد مليئة بالأمنيات بالمحبة والسلام، ولكن أيضا مليئة، هي تعتبر شجرة النصر، وأيضا ملأها الأمنيات وأيضا المرافقة للعزيمة على الإنجاز والنهوض بسوريا. بالنسبة للانتصارات، الانتصارات إن شاء الله قادمة ونراها إن شاء الله بشرياتها مع إطلالة العام الجديد. أخواننا المسيحيين في بيت لحم لم يحتفلوا تضامنا مع بقية الإنسانية كلها التي أدانت هذا الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، هذا الموقف الذي لا يعبر عن أحاسيس أي إنسان يؤمن بالحق ويؤمن بالحقيقة. فإذا تضامن كل الأديان السماوية ضد هذا الموقف هو أمر حق وهو أمر جميل، وهو خير دلالة على أننا كلنا نلتقي على محبة الله ورسل الله. منتصرين لأن شهداءنا رووا أرضنا بدمائهم الزكية، التي لولا هذه الدماء نحن لما كنا في هذا الاحتفال الكبير في أداما روز. ثانيا، كل هالانتصارات اللي انتصرناها وكل هالاحتفال وهالفرح اللي عم نفرحه، لكن هذا ما بيثنينا انه نتطلع نحو بوصلتنا الاولى اللي هي القدس التي هي ارض مقدساتنا المسيحية والإسلامية، القدس التي اليوم تتعرض الى هجمة كما تعرضت سوريا الى هجمتها وانتصرت عليها. وتضمن الاحتفال توزيع هدايا على ابناء وبنات الشهداء وحفل فني لكورال لونا للغناء الجماعي. حقيقة نحن بنحاول دائما نحن ننشر الفرح، لأنه الناس فعلا ناقصة فرح، ونحن بنحس أنه عندنا مقدرة أكثر من الناس الآخرين، ويمكن يكون غيرنا تعبته الأزمة أكثر مننا، لكن السنة نشكر الله أنتي وأنا شايفين الانفراج على الوجوه، فنحن انشحننا بانفراج الوجوه بالإضافة لشحنة الفرح اللي عنا، وإن شاء الله هلأ رح نشعل الشجرة ونولع الدنيا إن شاء الله. بأصعب الأوقات كانت الأمور دائما اجتماعيا في تماما، دائما كان شغل على أنه يكون في تكريس للحياة الاجتماعية اللطيفة، لنوصل فكرة أنه هذا المجتمع هو مجتمع دائما متمسك بالحياة، بإرادة الحياة، بالحب. كل عام انتم بخير لسوريا، كل عام انتم بخير لأهلي، كل عام انتم بخير لكل الناس، كل عام انتم بخير لكم كلكم، وكل عام انتم بخير لسوريا. رغم سنين الحرب التي مرت على سوريا، بقيت رسالة كل عام هي رسالة المحبة والسلام.